وكان مشروع دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية تم تطبيقه عام 2010 لتتبنى وزارة التربية والتعليم قبول التحدي في إنجاح هذه التجربة وتوفير كل الأدوات والوسائل الداعمة لفئة ذوي العزيمة من الطلبة لاكتساب العلم وحصد المعرفة دون معوقات قد ترمي بنفسها أمام اجتهادهم وتميزهم. من مبدأ توفير التعليم للجميع بمعناه الحرفي بزغت براعم الفكرة عام 2010 التي أنصفت حق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في دمجهم داخل المدارس الحكومية لإكمال مسيرتهم في حصد المعرفة بنجاح تام. هدفنا نحن ندمج الطلبة ذوي الإعاقات في مدارس المملكة البحرين، فإحنا أول شيء نسويه نقيم مهاراتهم، فنشوف نواحي القوة ونواحي الاحتياجات، فقد ما نقدر نحاول نعزز القوة نواحي القوة اللي عندهم، أما بالنسبة للاحتياجات نحاول نتعاون مع الهيئات الإدارية والهيئات التعليمية بحيث نخدم احتياجاتهم. تسهيلات ذللت تذليلا ضمن إطار تداركت فيه وزارات التربية والتعليم جميع الظروف المتعلقة بهذه الفئة ليطبق فعليا ما تم تدارسه بضرورة تجهيز المدارس بالمعينات والمرافق كافة التي يسهل معها الانتقال داخل الأروقة الصفية والتنقل بسلاسة في جوف الحرم المدرسي، كتطويع المرتفعات لذوي الإعاقة الحركية وتهيئة الممرات واللافتات بلغة برايل للمكفوفين، فضلا عن توفير الكتب الخاصة والنظارات الطبية وأجهزة الحاسوب الخاصة بذوي الإعاقة البصرية وشراء السماعات الطبية وتوفير الكراسي المتحركة. ولا عجبا لو سمعت عن تخصيص معلمين مرافقين لكل طالب توحد على حدة يتم تدريسهم المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية إلى جانب المهارات الحياتية، كما يتم دمجهم مع أقرانهم في حصص الأنشطة الرياضية والتصميم والتقانة والحاسوب والفنون. صنائع المعروف التعليمي تدعم ثقله سبائك التربية النموذجية التي امتد وهجها ليصل إلى قمة العطاء المعرفي، عطاء تمثل بالغاية العظمى التي سعت إلى إنفاذها وزارة التربية والتعليم في توفير أخصائيين لعلاج النطق في المدارس وتوفير عدد من أصحاب الخبرات في مجال العلاج الوظيفي للطلبة بمختلف فئاتهم لتقديم سبل الدعم والمساندة اللازمة لهم لتيسير دمجهم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية في بيئة تربوية آمنة ومناسبة لظروفهم. طبعا بالنسبة حق دورنا كمعلمي التربية الخاصة يتركز الدور الأساسي لنا في تدريس الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون المهارات والكفايات اللي يعانون من قصور فيها. وظيفتي تتلخص في تقييم وتشخيص الاضطرابات النطقية واللغوية سواء إلى الطلاب العاديين أو إلى طلاب الاحتياجات الخاصة، واللي هم عبارة عن طلاب صف الإعاقة الذهنية وصف التوحد. بات لافتا ما تعتمد تطبيقه وزارة التربية والتعليم من سياسات أثبتت نجاعتها في تهيئة الأجواء الدراسية المثالية لجميع طلبتها في مختلف مدارس المملكة. وإذا ما أردنا أن نخص منهم، أولئك الطلبة ممن يتسلحون بالهمة لإنهاء المهمة من على مقاعد الدراسة على اختلاف مراحلهم المدرسية بتميز واجتهاد. لغة المقصد تخاطب المقصود وترتجي مقصدا ساميا يقصد فيه تقوية الزعامة في نفوس أصحاب العزيمة من الطلبة ذوي الهمم العالية ممن يبتغون علما نافعا ينفعون به الذات والوطن. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.